دكتور بالحسن، مدير مستشفى الاختصاصات بفاس بالنيابه. بالنسبه للحالات اللي توصلنا بهم هذا الصباح هما 16 حاله، 12 منهم من السياح واربعه مغاربه. بالنسبه للسياح باستثناء حاله اللي استدعت انه المريض يتحول للانعاش للمراقبه لان عنده نزيف بسيط في الدماغ، هناك حاله تستدعي الجراحه لان كسر شويه خطير بالنسبه للطرف السفلي. بالنسبه للمرضى الاخرين هما جروح بسيطه وكسور بسيطه في الاطراف السفلى. بالنسبه لاربعه مغاربه كلهم الحمد لله بعد التشخيص التصوير ديال السكانير وبالنسبه للتصوير العادي تبين بان ما كاين حتى شي مشكل كبير، ودونك يخضعوا للمراقبه لبضع ساعات وغادي يغادروا المستشفى.